اول حاجة هتجيب تليفونك ومنه هتفتح جوجل بلاي ستور. الخطوة التانية هتنزل التطبيق ده من جوجل مجانا. مبروك، انت كده مفروض كسبت 600 دولار. مفيش بيع، مفيش فيديوهات، مفيش بيع بالعمولة، مفيش موقع ولا اي تجهيزات خالص. طريقة سهلة جدا وسريعة، الموضوع كله مش هياخد منك اكتر من 3 دقايق ل5 دقايق، ومش هتفرق البلد اللي انت شغال منها، مصر، المغرب، السعودية، الكويت، الامارات، العراق وغيره. هتقدر تشتغل من اي مكان ان شاء الله وتحقق ارباح توصل ل 600 دولار. لكن تحذير، اول حاجة اوعى تفوت اي جزء في الحلقة لانها فعلا مهمة. تاني حاجة، من اكتر المشاكل اللي بتقابل المبتدئين هي تحقيق الارباح، او الاسوأ من كده ان هما بيحققوا ارباح ومش بيعرفوا يسحبوا الارباح دي. هوريك ازاي تتجنب الاخطاء دي، وهقول لك كام معلومة تساعدك تزود ارباحك، وبالتالي هتقدر تحقق ارباح اكتر مقارنة بالناس اللي بتشتغل بنفس الطريقة. تابع معايا الفيديو، ولو هتقدر تحقق 100 دولار هيبقوا 200 دولار ان شاء الله، يعني هتضاعف ارباحك. اوعى تفوت اي حاجة انا بقول لك اهو. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. اول تطبيق هتقدر تحقق منه ارباح اونلاين هو فوب، وده يعتبر من اهم المواقع او المكتبات اللي بتضم ملايين الصور عالية الجودة وفي المجالات اللي انت عايزها مهما كانت. وفي الحقيقة في نوعين من الناس على تطبيق فوب. النوع الاول الناس اللي بتدور على صور معينة علشان تشتريها وتبدأ ان هي تستخدمها، سواء في مواقع، سواء في بريزنتيشن، سواء في قنواتهم، ايا كان. المهم ان هم بيبحثوا عن الصور وبيبدأوا ان هم يشتروها من الموقع علشان يستخدموها، وده بالظبط اللي بيحصل يوميا على فوب. الاف الزيارات اليومية بتبحث عن الصور وعمليات شراء لصور عالية الجودة من خلال تطبيق فوب. النوع الثاني على تطبيق فوب اللي هم البائعين، الناس اللي بتوفر الصور دي على تطبيق فوب، وده بالظبط هي طريقة تحقيقك للأرباح على التطبيق ده. ما تقلقش، انت مش محتاج صور خاصة بيك، مش محتاج اي معرفة بالتصميم والجرافيك، مش محتاج ان انت تقف قدام الكاميرا، مش محتاج اي مهارات تقنية. شوية وهوريك مفاجأة، موقع هيساعدك في الشغل ده، وهتقدر من خلاله تحقق أرباح كويسة جدا من خلال تطبيق فوب، واللي هتقدر من خلاله تعمل إعادة رفع للصور واستخدامها في فوب. من خلال فهم الاستراتيجية في الحلقة دي هتقدر ان انت تبدأ في تحقيق من 100 دولار ل 300 دولار. لما تروح للصفحة الرئيسية في موقع فوب هتروح عند فور كرييتورز واضغط على سيل يور كونتنت، والهدف الاساسي ما تنساش تحقيق دخل اضافي من خلال الصور والفيديوهات. تقدر تحمل تطبيق فوب على الايفون او على اجهزة اندرويد. لو انت جهازك اندرويد هتروح على جوجل بلاي ستور واكتب اسم الابليكيشن وده اللوجو بتاعه واعمل انستول، ولو انت شغال بنظام اي او اس هتروح على اب ستور وهتنزله برضه مجانا. عرفنا في التعليقات انت شغال باي نظام، اندرويد ولا اي او اس، وبتفضل ايه اكتر في طريقة الشغل على المواقع الربحية. على العموم التطبيق ده مجاني 100%. خلينا اوريك مكتبة فوب، هتلاقي فيها ملايين الصور عالية الجودة واللي الناس بتبيعها على التطبيق ده. والجميل برضه في الطريقة دي ان ده دخل مستمر بدون اي تدخل منك، يعني بمجرد ما ترفع الصور بتاعتك على المنصة دي، سواء بقى اليوم اللي بعده او الاسبوع اللي بعده او السنة اللي بعدها او حتى بعد 10 سنين، انت هتقدر تاخد ارباحك من الموقع ده، وهتفضل تاخد ارباحك من الصور بتاعتك طول ما منصة فوب دي اونلاين على الانترنت. يعني انت بترفع الصورة مرة واحدة، ومهمتك بعد كده ان اي بيعة هتحصل على الصورة بتاعتك هتاخد الارباح. كل شهر ملايين الزيارات بتروح لموقع فوب للبحث عن الصور والفيديوهات وشراء الصور المستهدفة. وبأكد عليك انت مش محتاج تستخدم اي صور خاصة بيك زي ما قلت لك في اول الفيديو، بس خليك معايا. دي مثلا صورة من الصور اللي الناس بتبيعها على فوب، وفي الاغلب عشان تحصل على اي صورة هتدفع 10 دولار، ودي صورة تانية برضو تكلفة الحصول عليها برضو هتبقى 10 دولار. تفتكر تقدر تحقق ارباح قد ايه من الموقع ده ومن الطريقة دي؟ شوف هنا تقدر ببساطة ترفع صور وفيديوهات وتحقيق الارباح، وكل الناس دي بتعمل بالظبط كده. الموقع بياخد منك نسبة مشاركة 50% من الارباح، يعني انت لو هترفع الصورة وهتاخد المقابل عليه 10 دولار، هتلاقي الموقع بياخد 5 وانت 5. وفي مقابل كده انت مش بتعمل اي حاجة خالص في موضوع البيع، يعني انت مجرد ما ترفع الصورة مالكش حتى ان انت تعرف اي سياسات خاصة بالبيع ولا طريقة البيع ولا اي حاجة، لان الموقع بيقوم بكل ده بالنيابة عنك. مجرد انت بتعرف في الاعدادات بتاعة الحساب بتاعك كم مرة حصل شراء للصورة بتاعتك، او كم مرة تم اخد حق استخدامها، وبالتالي الموقع بيبدأ ان هو يديها سعر، وبتبدأ ان انت تاخد 50% بتاعتك من نسبة الارباح اللي الموقع بيحطها اللي بتاخدها عن طريق عملية الشراء. كل اللي هيبقى عليك في المرحلة اللي جاية انك تعمل كوبي وبيست للصور على المنصة دي وحقق ارباح مع كل عملية شراء. خلينا اوريك حاجة مهمة في الموقع ده، بنفس مبدأ رفع الصور وعرضها للبيع، في مهام بتبقى متاحة على الموقع زي دي،
طلب كده، والمكافأة بتاعته $300، والطلب ده $800، والطلب ده $1000، وهتلاقي طلبات كتير جدا ممكن تشارك فيها، وتقدر ببساطة ان انت ترفع الصور خاصة بالهدف المحدد في الطلب، وبالتالي انت كده شاركت فيه. ولما بتشارك في اي طلب من هنا ده عبارة عن دخل اضافي غير المبيعات العادية اللي بتحصل على الصور بتاعتك. يعني المهام دي بتعتبر طلبات اضافية، والعائد بتاعها بيكون عالي جدا زي ما انت شايف، من $300 حد ما وصلنا $1000. انت ممكن تجيب صور بتهدف لنفس الهدف بتاع الطلب ده، يعني زي مثلا عايز صور خاصة باحتفالات، بأعياد ميلاد، بحفلات، كل الكلام ده. انت لما بتجيب صور بتستهدف الموضوع ده بيبدأ ان هو ياخدها، واللي بيكسب بياخد الجايزة دي، وبتبقى مبلغ كبير جدا زي ما انت شايف، ده غير المبيعات العادية اللي بتتحقق من الصور. لسه هوريك منين وازاي تجيب الصور اللي انت هترفعها على منصة فوب، صور عالية الجودة، وكمان كل اللي عليك كوبي وبيست مش اكتر من كده عشان تبدأ في تحقيق الارباح. خليني كمان اوريك موقع تاني زي فوب بيشتغل بنفس الطريقة وتقدر برضو تحقق منه ارباح، اللي هو shutterstock.com، وبرضو شبيه جدا بمنصة فوب، وبيضم مئات الاف الصور لكل الانشطة والمجالات. تقدر ببساطة ترفع عليه الصور وتحقق الارباح بنفس الطريقة، يعني مش هتخسر حاجة لما تشارك نفس الصور على الموقعين، وكل ما شاركت في موقع اكتر ورفعت الصور اكتر كل ما زادت ارباحك. وتقدر كمان تشجع ناس ان هي تشوف الصور الخاصة بيك على المواقع دي، وبكده انت بتزود التسويق للموقع وبالتالي الصور بتاعتك وبالتالي الارباح بتاعتك. كل اللي عليك انك تضغط على جيت ستارتد، ومن الصفحة دي هتقدر ان انت تسجل حساب مجاني. هتحط اسمك بالكامل واسم المستخدم، الايميل والباسورد، واضغط على نيكست. دلوقتي اوريك بقى منين هتجيب الصور اللي انت هترفعها على منصة فوب او على شاتر ستوك. اول موقع اللي قدامك ده هتقدر تجيب منه الصور عالية الجودة ومجانية تماما، اللي هو paris.shopify.com، وهتلاقي الدومين برضو ظاهر قدامك. هتلاقي في الموقع ده صور كتير جدا بدقة عالية، وكمان متصنفة لأقسام مختلفة، وده هيسهل عليك الوصول للصور اللي انت عايزها، work, fashion, women, fitness، صور كتير جدا ومجانية 100%، مش محتاج كريدت كارد، مش محتاج اي استثمار. لو بصينا على القسم ده وضغطنا عليه، كل الصور دي هتقدر تنزلها بمجرد كليك واحد بس من خلال تليفونك او الكمبيوتر. كل صورة هتحب تنزلها ممكن تختار الجودة، لو عايز الصورة بدقة عالية او اقل، لكن طبعا الافضل ليك ان انت تنزلها بجودة عالية، علشان لما تشاركها في مواقع زي فوب او شاتر ستوك يقدر الموقع يسوقها، وبالتالي يبقى عليها طلب وتحقق منها ارباح كويسة. حضرت لكم كمان موقع تاني تقدر تجيب منه صور مجانية، اللي هو pickwizard.com. هتلاقي برضو الدومين ظهر قدامك، بص مكتوب فيه high quality and free stock photos، ملايين الصور اللي تقدر تاخدها من الموقع ومجانية، وزي ما وعدتك مش محتاج اي برنامج تصميم ولا تاخد اي صور. وبالطريقة دي عملنا اختصار للشغل ببساطة، ولما تعجبك اي صورة مجرد بس انك تضغط عليها هتروح للصفحة دي، وتقدر من هنا تعمل داونلود، وبعد ما تنزل الصورة ابدأ ارفعها على شاتر ستوك وموقع فوب، وابدأ حق ارباح من الصور بالطريقة دي. خلي بالك بقى من حاجة مهمة قوي، ان اي موقع من المواقع اللي شرحناها في الحلقة مش هيوفر لك تسجيل مجاني، او هيعمل معاك مشكلة في التسجيل يبقى مش مدعوم في بلدك. عشان كده هتلاقي اكتر من موقع عشان تقدر تحل المشكلة دي. وكمان انت تقدر تستخدم VPN عشان تقدر تشتغل بيه براحتك، سواء في الطريقة الربحية دي او غيرها. لو استفدت من الحلقة فيد غيرك واعمل شير للحلقة. دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجايه.